نتائج متميزة وإنجازات غير مسبوقة شهدها قطاع البترول والثروة المعدنية، وذلك بفضل الاستقرار الذي تنعم به مصر وتوافر الإرادة والإدارة والرؤية والتخطيط والتنفيذ. كل ذلك شجع لعودة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي وجذب المزيد من الشركات العالمية الكبرى للاستمرار في عملها داخل مصر وضخ استثمارات جديدة. اليوم من عروس البحر الأبيض المتوسط من مدينة الإسكندرية نشهد إنجازاً جديداً في منظومة البترول والثروة المعدنية في مصر. كلمة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الحضور الكريم، نشهد اليوم على أرض محافظة الأسكندرية افتتاح واحد من المشروعات البترولية المهمة ضمن عدد من المشروعات بقطاعات الدولة المختلفة، حيث تعتبر الأسكندرية أحد قلاع صناعة البترول في مصر. وبهذه المناسبة أتقدم لسيادتكم سيادة الرئيس بجزيل الشكر على دعمكم المستمر لقطاع البترول، والذي ساهم بدوره في تحقيق العديد من قصص النجاح الغير مسبوقة على مدار الست سنوات الماضية. اسمحوا لي سيادة الرئيس أن أبدأ في تقديم عرض توضيحي يستعرض مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين ضمن توسعات شركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات. محتويات العرض النهاردة يا فندم يتقسم إلى جزئين. الجزء الأول منه هو خطة القطاع لتغطية السوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين، والجزء الثاني هنشرح فيه المشروع الخاص بافتتاح النهاردة. بالنسبة لخطة قطاع البترول لتغطية السوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين، فلازم نبدأ الحقيقة بان احنا نقول انه الحمد لله ربنا حبانا بموقع جغرافي متميز. ده بيساعدنا كقطاع بترول على ان احنا يبقى عندنا المرونة في إتاحة الإمدادات بالنسبة للمنتجات اللي بنحتاجها سواء زيت خام أو منتجات بترولية، وكذلك الوصول للأسواق عند التصدير. من هذه الخريطة بيظهر توزيع استراتيجية قطاع البترول في عملية التكرير وصناعة البترول من خلال وجود 12 مصفاة تكرير ومجمع بترول رئيسي متوزعين على 4 مناطق رئيسية. وهذه المناطق الرئيسية أهمهم الأسكندرية، ويمكن احنا بنتكلم على الأسكندرية بنقول ان هي بتحتوي او عندها قدرات 45% من طاقة التكرير في مصر، ثم منطقتين على البحر عندنا منطقة السويس، ثم بندخل على منطقة القاهرة الكبرى وأسيوط. كل منطقة جغرافية بتغطي عدة محافظات. لما نتكلم على محافظة الأسكندرية، مصافي التكرير اللي فيها ومجمعات التصنيع بتغطي من اول مرسى مطروح غربا وحتى دمياط شرقا، مرورا بكفر الشيخ والبحيره وايضا الدقهليه والغربيه والمنوفيه. لما نتكلم على محافظه اسكندريه، واللي قلنا ان هي احد قلاع صناعه البترول في مصر لان فيها 6 مصافي تكرير، وكذلك 3 مجمع بتروكيماويات. وأهمية أيضا محافظة اسكندرية إن من خلال هذه المصافي بتمد 35% من احتياجات استهلاك الجمهورية من البنزين ومن السولار. لما بنتكلم على استهلاك البنزين على مستوى الجمهورية، فبنقول إن احنا المتوسط الاستهلاك السنوي 7 مليون طن. يمكن بسبب جائحة كورونا هذا العام حصل انخفاض ل 6.6 مليون طن، ولكن احنا استراتيجيتنا وخططنا مبنيه على الاستهلاك في الوضع الطبيعي. ولما بنشوف في الجزء على الشمال بيبان توزيع الاستهلاك بكافه انواع البنزينات، فبيبين في عام 16-17 كان بنزين ال 80 اللي هو ذو الاوكتين المنخفض كان بيمثل 54% من 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 حجم الاستهلاك. لما نتكلم النهارده في عام 19-20 اصبح البنزين العالي الاوكتين سواء 95 او 92 بيمثل حوالي 55% من الاستهلاك. الحقيقه ان احنا يمكن بنشهد كمان تطور
في خلال الشهور القليلة الماضية بأنه هذا المعدل بيزيد وسوف يصل إلى حوالي 60% قبل نهاية هذا العام، وده بيمشي بتطور طبيعي مع نمط الاستهلاك، الحداثة في المحركات، السيارات الحديثة اللي بتقتضي وبتستلزم استخدام وقود عالي الأوكتين، وكمان بيمشي أيضا مع ما تم من يعني إصلاح اقتصادي مع تطوير منظومة ترشيد وتصحيح التسعير للمنتجات البترولية. علشان نشتغل على خطة الاكتفاء الذاتي من البنزين، بدأنا في 2016 كنا وقتها بنستورد 3 مليون طن سنويا من البنزين. النهاردة بعد مرور 4 سنوات انخفض ل 50%، بنستورد فقط 1.5 مليون طن، وده تم من خلال عدة مشروعات تم تنفيذها. مشروع توسعات شركة اسكندرية الوطنية اللي احنا النهاردة بصدد افتتاحه، الشركة المصرية للتكرير في مستورد بالقاهرة، كمان ترشيد الاستهلاك لما بدأ الإصلاح الاقتصادي في 2016 وما صاحبه من تصحيح للتسعير وترشيد للدعم، أدى ذلك إلى الوعي عند المستهلك وحصل فعلا ترشيد الاستهلاك بموازي 300,000 طن. من سنة 20 لسنة 23 يمكن دولة الرئيس وضح ان احنا خطتنا تستهدف الوصول للاكتفاء الذاتي من المنتجات ومن البنزين، بالتالي هنوصل لده من خلال عدة مشروعات اخرى زي مشروع شركة اسيوط، مشروع توسعات شركة ميدور وهيكون في اسكندرية ايضا، كمان استمرار خطط ترشيد الاستهلاك ثم التوسع في تحويل سيارات العمل بالغاز الطبيعي من خلال المبادرة الرئاسية اللي حضرتك اطلقتها مؤخرا. واحنا الحقيقة بنقول انه هذه المشروعات اتكلفت هيكون استثماراتها 7.5 مليار دولار بما يوازي 120 مليار جنيه، تم انفاق 5 مليار دولار حتى اليوم، حوالي 80 مليار جنيه. في نفس الوقت احنا لما بنقول اكتفاء ذاتي لغاية 23 ان شاء الله ده يكفينا لغاية 30 وفقا والمعدلات اللي احنا حاطينها وفقا للاستهلاك اللي احنا شايفينه والدراسات، ولكن استراتيجية التكرير مبنية وحتى سنة 40، وبالتالي احنا حاطين مشروعات اضافية من ضمنها مشروع زي مشروع شركة البحر الاحمر الوطنية للبترول، وده هيكون في السويس، وكذلك بعض التوسعات ورفع كفاءة لمصافي التكرير الحالية بحيث ان ده يغطي لنا المرحلة التي ستكون ما بعد سنة 30 وحتى سنة 40 إن شاء الله إذا ما تم زيادة في الاستهلاك، وكذلك يغطي فرص التصدير المستقبلية بإذن الله. المشروعات اللي تم الانتهاء من تنفيذها دي صور سريعة، ده مشروع الشركة النهاردة اللي بصدد افتتاحه، وده أضاف 700,000 طن لمنظومة البنزين. الشركة المصرية للتكرير أضاف 500,000 طن من البنزين، ده في مستورد بالقاهرة. المشروعات اللي جاري تنفيذها حاليا مشروع شركة أسيوط لتكرير في أسيوط، وده إن شاء الله سيتم افتتاحه قبل نهاية هذا العام، سيضيف 800,000 طن من البنزين. مشروعات توسعات شركة ميدور بالاسكندرية وجاري، وسيضيف إن شاء الله 500,000 طن من البنزين. نتكلم على مشروع إنتاج البنزين من خلال توسعات شركة الاسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات اللي هو مشروع افتتاحنا النهاردة. نبذة سريعة، الشركة تأسست سنة 99 وبدأت تشتغل في سنة 2000، المساهمين قطاع البترول ومجموعة من البنوك وشركات التأمين. الموقع للشركة في منطقة وادي القمر بالمكس. الهدف من مشروع التوسعات هو تأمين جزء من احتياجات البلاد من البنزين وتقليل الاستيراد من خلال إضافة 700,000 طن سنويا من البنزين، واستثمارات بلغت 3.5 مليار جنيه بحوالي 220 مليون دولار، تم التنفيذ في خلال 24 شهر، متوسط أعداد عمالة 1500، وتمت العملية بدون إصابات من خلال عدد ساعات آمنة 6 مليون ساعة، وده كان تحدي يا فندم لأنه كان بيتعمل توسعات في أثناء تشغيل المصنع القائم حاليا، فكان مهم جدا أن يبقى في حالة آمنة وسلامة للعاملين والمنشآت. احنا قدرنا نشتغل على 55% مكون محلي، وده تم من خلال تنفيذه من وإدارة المشروع من خلال الشركات المصرية الوطنية لقطاع البترول، شركة إنبي
وشركة بتروجيت قامت بالتنفيذ، واستعنا بالتكنولوجيا والمعدات اللي تم استيرادها من شركة يو او بي الأمريكية. إذا كنا نتكلم في مسار تشغيل العمليات سريعا، فقط احنا عايزين نقول انه احنا بنبدأ العملية من خلال الحصول على النفطة، ودي مادة التغذية بنجيبها من شركة اسكندرية للبترول وشركة العمرية، ودول موجودين هنا اهو من خلال خطوط الأنابيب بتوصل للشركة عندنا هنا شركة اسكندرية الوطنية. بيتم معالجة النفطة من خلال بعض وحدات بحيث ترفع الأوكتين بتاعها وبيطلع البنزين، والجزء الأولاني ده كان بينتج لنا 800 ألف طن. لما عملنا مشروع التوسعات زودنا هذه الوحدات بعض الأفران والمفاعلات وضواغط تدوير الهيدروجين، أضاف لنا 90% من الطاقة الإنتاجية الأصلية، بحيث أنه 800 ألف طن اللي موجودين قبل التوسعات زودنا 700 ألف طن، يعني 90%، بحيث ان احنا وصلنا ل 1.5% مليون طن سنويا، وده بيغطي يعني شركتنا النهارده بتغطي 22% من استهلاك البنزين على مستوى الجمهوريه. دي بعض لقطات وصور لمنظور العام للشركه، جزء الخاص بالتوسعات، وحدات مختلفه، والفصل والافران، فصل الغازات عن السوائل، ودي الخطوط، شبكة الخطوط اللي بتربط الوحدات الانتاجية ببعضها، الضواغط الخاصة بالهيدروجين، الجزء الأخير يا فندم هو المردود الاقتصادي. احنا الحقيقة بهذه التوسعات نقدر نقول ان احنا قدرنا نوفر 500 مليون جنيه، وده من أعباء الاستيراد. ثانيا القيمة المضافة لعملية التصنيع، لما خدنا النفطة المادة الخام كانت عندنا فائضة كنا بنصدرها، لما صنعناها قدرنا ان احنا نضيف قيمه مضافه، اللي هو فرق ما بين الماده الخام والبنزين النهائي، وده اضاف لنا كمان 500 مليون جنيه، بمعنى ان احنا قدرنا نقول المردود الاقتصادي حوالي مليار جنيه سنويا من هذا المشروع. اسمح لنا سياده الرئيس باجراءات الافتتاح. معلش هنرجع يا طارق لو سمحت. اتفضل يا فندم. المنظر اللي انت لوحتين ثلاثه قبل ده هو موضوع شكلي يعني. كمان واحدة لو سمحت، كمان واحدة. لا اللي هما الصورة اللي انتوا جبتوها لنا في الأول كده، منظر من فوق كده. أيوه اظبط لو سمحت. بص يا طارق، وده بقول ملحوظة عامة لينا كلنا، احنا بنعمل المشروع يبقى شكله جديد وكويس ويشتغل، ثم لا نراعي بعد كده أعمال الصيانة اللي تحافظ على الشكل اللي احنا بنشوفه ده. انا بتكلم في شكل، لا في امن وسلام ولا بتاع، انا بتكلم في شكل، لان ده بيعكس الدوله. الدوله دي بتشتغل ازاي وبتعمل ايه؟ زي الحاجات القديمه اللي في الشمال ديت. ده القديم، ده التوسعه الجديده. الجديده هي معموله كده والتاني زي كده بالتراب عليه. ده كلام يعني بسيط شكلي خالص، لكن ارجو ان احنا المسؤول عن الموضوع دوت الشركه اللي موجوده، لا ده انت بتكسب. ما تسيبش منظرك كده وفي تراب وفي بتاع زي حتى، لا ما يصحش. تمام يا فندم. شكرا. حاضر يا سيادة الرئيس. نستأذن سيادتك في الافتتاح كيميائي عصام شاهين رئيس الشركة، والمهندسة غادة عبد الحميد مدير عام المشروع. أي أمر يا فندم. شكرا. شكرا يا فندم.